مرحبا، معكم ستار لبنيس كيتشن. اليوم رح اسلق فول. قبل ما بلش ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل شيء جديد. احتاج دعمكم كثير. يلا ما بدي اطول عليكم، خلونا نبلش. رح استعمل اصغر حبه فول، هيدي عاده بلبنان بنستخدمها. نقيته وغسلته ورح انقعه مينيموم 7 ساعات. انا بفضل انقعه طول الليل. خليت المي قد الفول على 4 مرات. يسعد صباحكم من بكير. رح بلش بسلق الفول، بيطلع اطيب بكتير من المعلب. ما تستغربوا، ما رح حط كربوني ابدا، رح حط كمشي من العدس الاحمر. شوفوا ما شاء الله كيف حبة الفول اخذ وقتها بالنقع. العدس الأحمر حامي ورح يرفع من حرارة الفول ويخليه يستوي. أول ما يبلش يغلي بغطي الطنجرة وبحطه على أقل درجة حرارة عندي، وبراقبهم إذا ناقصهم مي رح زدلهم مي مغلية. أخدوا معي تقريبا ساعتين، سهلة جدا وما فيها أبدا مجهود. وممكن يزيد الوقت حسب نوع الفول اللي موجود عندكم. هيدي الطريقة التقليدية لمحلات الفول عنا. بما انه عندي كمية كبيرة رح انطر تيبردوا، ورح شيل الحبوب بمعلقة قلي البطاطا احتفظ فيهم بالفريزر. حطيت بكل كيس الكمية اللي بتلزم، كله على الاصول. كل المعلومات او المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. سر تميزي لمسة ايدي. انتو شو سركن؟ خبروني بالكومنتس تحت.